يعني سكتل سكت. طب ما على رأي المثل طول ما الحمير ساكتة العربات هيفضل يزوج بالحمور. أمور هل أنا مش بنت شريهين؟ كان في راديو أيام سيدنا النبي. لا يبقى في يا أخي. أنا حليم توأم فاطمة. أختي كريمة. ما بنحبش اللئيمة. نعم. هل كان في سجاير أيام سيدنا النبي؟ لا. إيه التلميحات السياسية دي يا عزيز؟ يبط فيها يا أخي. تقصدي مين بالحمير؟ عايزين ناكل رنجة ونبل السفنجة. فياريت اللئيمة ما تخشش اللايف لو كنت فاتحة. ولا مؤاخذة يا حضرتك، هل مش عايزة اشوفها في حياتي؟ أيام سيدنا النبي كان في تاكسي. ومين بالعرباجي؟ عايزين نحط القرد في الشنطة الجلد. بعدين هو ما بيزودش حمولة. لا طبعا. خلاص يبقى لا مؤاخذة بقى حضرتك. أكيد المعلومة وصلت. ممكن تنزل هنا تركب قافلة من قفايل قريش. يا لئيمة. توصلك ولا إيه؟ وبيخفف أحمال.